ما إن تدخل هذا المكان فتأخذك رائحته إلى عبق الباض الجميل. إنه مقهى ومنتدى بويب الثقافي الذي يحمل صبغة تراثية واضحة. استطاع الحسن سعد وهو شاب بصري من إعادة الروح لبيت مهمل منسي وتحويله إلى ملتقى لكل مهتم بالطابع العمراني والتاريخي لمدينة البصرة. كان مكان لتصحيح دراجات، فكانوا مدمرين يعني من ناحية الدهن والعدة مال التصليح وهاي الأمور. فكان المكان يعني مدمرين هويته المعمارية القديمة. فمن شفناه يعني حرامات إنه مكان قديم وتراثي وبطراز معماري بصري قديم، حرامات إنه يكون مخزن للدراجات وما حد يشوفه يعني ومندثر. ففكرنا إنه نحول المقهى، يعني يقدر تقدر كله تدخله وتقدر كله تشوفه. المكان يعود للقرون أوائل القرن الماضي، بعد إعادة تأهيله صرنا إحنا كمجموعة أصدقاء نجمع هنا نسولف بعيدا عن الإنترنت. بينا أصدقائنا عازفين عود، بينا اللي يعزفون هاي الآلات السيتار بينا، فدائما ما تكون الأجواء كلش لطيفة ونبتعد عن الأمور العصرية اللي يعني انمحت تقريبا بها التراث. الحلم كان بالحصول على مكان يعرض فيه مقتنياته، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن بيت من بيوت الشناشيل ليكون متحفا صغيرا ومنتدا ثقافيا يجمع أصدقائه وكل من يريد تجربة العيش في تلك الفترات. ما تعرفت هنا على الشباب هذا المكان، يعني لقيتها فكرة كلش رائعة وحلوة، من حيث يعني أنه يوفر أجواء هدوء إضافة إلى الأصالة والعتاقة في محافظة البصرة يعني والجلسات القديمة. ثانيا هذا المكان يعني ينطي طابع أثري قديم، يعني من حيث اللوحات مالته والأنتيكات والآثاث. إعادة الروح لمبنى فقد أصالته وضاع تاريخه وسط الإهمال ليصبح من الأماكن التراثية المهمة في المدينة. من البصرة طارق الطربوش، قناة العراقية.